السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طبعا انا بعتذر لكل المتابعين جدا، بعتذر لكم جدا 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 على قله الادب اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول. وبس عايزه اعرفكم ان مين فينا الغلطان ومين فينا الصادق ومين فينا الكذاب. اولا انا ما بغلطش في حد من غير سبب، ومش انا اللي ببدا بالغلط دايما، تمام؟ وطبعا كل المتابعين اللي عندي اللي متابعيني من بدري عارفين ان انا ما بداتش بالغلط، فاحنا مش نكذب الكذبة ونصدقها، تمام؟ فيديو اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وعشرة وعشرين وبسات بسات بسات بس. وطبعا انا كنت ساكتة ما اتكلمتش وما بردش. امي بس تاني اتكلمت امبارح طبعا في الفيديو، وهي اللي عملت فيديو امبارح واتكلمت فيه. وطبعا زي ما انتم شايفين امي ما بتعرفش تتكلم زي ما انا بتكلم او زي ما انا بقول. حتى في اول الفيديو لو تاخدوا بالكم في حتة كده مكتومة، كانت هدى بتشتم فيها، هدى اختي كانت بتشتم فيها، وسعاد وماما بيجمعوا الفيديو، ماما قالت لها اكتمي الشتيمه، احنا ما بنشتمش حد، شتق كتمت الشتيمه. ده برضو يدل على تربيه كل واحد وعلى اخلاقه، تمام؟ البدايه يا جماعه بدات منين بقى عشان بس الناس تبقى في الصوره؟ البدايه كانت لما انا، انتوا عارفين انا رافعه قضيه على ناس معينه، الناس دي عملت فيديو راحت داخله كاتبه تعليق وقله ادب وسحر وشعوذه واعمال ومش اعمال واللي 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 واللي، راحت كده مثبته التعليق. هي كانت البدايه من هنا، فما نجيش بقى نكذب الكذبه ونصدقها. وبعدها بسات وفيديو انا اصلا ما اعرفهاش ولا عمر تابعتها ولا اتفرجت عليها ولا اعرفها. برده كان في مشكله بيني وبين قناه قبل كده، برده حشرت مناخيرها وعملت فيديوهات، يعني المفروض بتتدخل في اللي ملهاش فيه. يا جماعه السبب انها طلعت تعتذر النهارده ان انا عملت لها اتنين كوبرايت على القناه، واحد جالها النهارده والتاني لسه كان هيجي لها بكره. وطبعا وهي كان عندها مخالفه قبل كده، فالقناه كانت هتتقفل بكره. هي مش طالعه حبا فينا، ولا طالعه عشان خاطر سواد عيوننا، ولا طالعه عشان خاطر ضميرها صح زي ما بتقول، لا طالعه عشان خاطر مصلحتها، ماشي؟ وانا عشان خاطر مروه اللي انت دخلتيها، وعشان خاطر معزه مروه عندي، عشان انا مروه دي بحبها جدا، ماشي، انا هشيلك المخالفه، تمام؟ والمخالفه الثانيه لو جات لك بكره هشيلها لك برده، مش عشان خاطرك انت، انت بالنسبه لي ما تسويش ولا اي حاجه، وبالنسبه لي اسفك مش مقبول، بالنسبه لي انا مش مقبول، ولا عايزه اكون في تعامل بيني وبينك اصلا خالص، تمام؟ اهي يا جماعه قدام الناس اهو كلها، اهي يا جماعه صاحب المطالبه، تمام؟ صاحب المطالبه بشان انتهاءها، تمام؟ اذا ازلت فيديو تمام تمام انت مش عايزين بقى الهري ده كله. ايه يا عم انت؟ ماشي تمام تمام تمام. تمام، ده عنوان الفيديو وادي سحبت المطالبه اهي، تمام كده كده خلاص يا جماعه، كده شلت المطالبه بتاعت الحقوق. وطبعا اكيد الانذار اتشال من عندك، يا اما ممكن لسه يبصوا عليه. انا عمري في حياتي ما عملت مخالفه لحد وشلتها، تمام؟ انا عارفه القناه وعارفه شغل القناه وتعب القنوات، لان انا مجربه، ما بحبش اعمل ابلاغات في حد، علشان انا عارفه شغل القناه صعب ومقرف، وناس كتير جدا مفكره سهل، هو مش سهل. طبعا ناس كتير جدا سرقت الفيديو بتاعي، نزلته اول امبارح البث المباشر ونزلوه عندهم. في بقى طبعا قنوات انا بعت لهم قلت لهم شيلوا الفيديو، في قنوات ردت بادب وشالته، وفي بقى بكاسه وقلت ادب فضلك طبعا اديتهم كوبرات والفيديو اتشال غصب عنهم وخدوا مخالفه. انا اول امبارح تبقى عملت حوالي 7 كوبرات او 8، في اللي اتشال منهم النهارده، وفي اللي لسه بيشوفوه وهيتشال بكره ولا بعده، هياخدوا كوبرايت، لان انا ما بحبش اضر حد. قبل ما اعمل اي كوبرايت في حد بدخل اكتب له تعليق، يا ريت تشيل الفيديو، يقول ده ما يخصكش، اللي قلت اللي عايز يعمل فيديو يعمل، لكن مش معنى تعمل انت تسرق فيديو من عندي وتحطه عندك، ده انت تبقى بيكس بقى وتستاهل. فطبعا يا جماعه شفتوا بنفسكم اللي حصل. طبعا انا قدام الناس دي كلها انا بالنسبه لي اسفك مش مقبول،
وانا شلت المخالفه لله، مش اكتر، مش خاطر عيالك برضو، مش خاطر حد تاني. دي حاجه. تاني حاجه، وعشان خاطر برضو مروه وامي برضو قالت لي، وامي قالت لي عشان خاطري، وخاطر امي طبعا خاطرها غالي عندي قوي. لكن انت ما تطلعيش برضو تكذبي الكذبه، ولحد النهارده بتكذبي الكذبه وتصدقيها. اصل هي اللي غلطت، اللي يشوف طريقتك وانت بتتكلمي امبارح ما يشوفش طريقتك وانت بتتكلمي. لو انا غلطت في انت طاهره بصراحه ما بتغلطيش، تمام؟ فيا جماعه انتوا شفتوا بنفسكم، وطبعا كل حاجه بانت الحمد لله. انا اعوذ بالله من قلت انا اللي بيغلط بتشوفوا بنفسكم. وطبعا بقى ده غير المحاضر اللي انا عاملاها. انا بقول لك قدام الناس دي كلها انا عامله فيكي محاضره، ماشي؟ يعني هتتفاجئ قريب. انا مش هقول، عشان انا مبقاش بنافئك، انا عامله فيكي محضر. ومش انت بس، عامله في واحده في اسكندريه تاني اللي انت اتحمقتي عليها قبل كده، قريب قوي هتتص حكم، ماشي؟ تتص بقى حكم في فلوس، في حبس، في اللي انت عايزاه. بس الرسايل غير الفيديوهات، الفيديوهات بيبقى حكمها اشد. فانا عامله في مباحث الانترنت كذا بلاغ، وانا عرفت اسمك بالكامل من المحاضر والحاجات اللي انا عملتها. انا ما تفكريش ان صدفه جت انها قاعده كده على الكنبه متدفيه انها كده خلاص، لا. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. وانت اللي ابتديتي، مش انا اللي ابتديت. انا اصلا ما اعرفكيش ولا عايز اعرفك، انت اللي ابتديتي. انا لما طلعت كانت قلت هي امها لو كانت ربتها، ماشي، كانتش قالت كده. امها ما كانتش فاضيه تربيها. ما تقعدش بقى قلت امك بتسرح، وامك وشها، وامك ظهرها، وامك رجليها. انت اللي بدأتي يا حبيبتي، وانت تستاهلي. بصي انا اقول لك كلمتين من صدفه جاد، خدوهم مني وارموهم في الترعه. اقسم بالله وحياه بنتي اللي ما بحبش احلف بيها اصلا، بلاش بنت، وحياه ربنا، وحياه ربنا كمان مره، اقسم بالله اي كلمه هتطلع تاني اللي هعمل لك كوبيرات من قناتي، ومن قناه بنتي، ومن قناه ماما، ومن قناه حسن، ومن كل قناه انا اعرفها. ولو لقيت اتنين بيتخانقوا واتحشرت في وسطهم عشان تعملي مشاهدات زي ما عملتي قبل كده مع مروه، هخش للقنوات دي واقول لهم يعملوا فيكي بلاغات ازاي، ماشي؟ خليكي في قناتك، وخليكي في حالك، وخليكي محتوى ليكي لوحدك، مالكيش دعوه بحد. اللي يتقطع، اللي يعجن نفسه في اليوتيوب، اللي يهرس نفسه في اليوتيوب، فخليكي في حالك افضل، تمام؟ انا كده قلت كل اللي عندي، ولا غلطت ولا قلت حاجه، حكيت اللي حصل بالتفصيل. وبرضه انت اتصلت بيا النهارده وقلت لك اني وقعت وقفت سكه في وشك، ده قال لي واجب عندي ان انا اعمله. انت امبارح طلعت قلت مش مهم القناه تتقفل، ومش مهم القناه تتقفل، كان لازمتها ايه؟ انت قلتي فاتحه القناه دي يعني كان لقمه عيش، مع اني مش عارفه لقمه عيش في قناتك، عشان مش فاتحين كشك احنا، بس خليكي في لقمه عيش زي انت ما بتقولي، خليكي في لقمه عيش. كل واحدة على القناة دي على اليوتيوب، كل واحدة ست واخدة من وقتها، واخدة من بيتها، فاتحة القناة دي عشان ربنا يكرمها منها. فمش هنطلع بقى نسترزق من الشرشحة قلة الأدب، الحمد لله. أنا عمري ما طلعت استرزقت على قفا حد، ولا عملت مشاهدات على قفا حد، ولا اتكلمت على قفا حد، وعمري ما هوصل قناتي للمستوى ده. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. أنت اللي بدأتي بالغلط في جوزي وفي صعاد اختي وفي امي وفينا كلنا، يبقى تستحقي. المره الاخيره يا جماعه بقولها لكم قبل ما اقفل، عشان خاطر برده ما اطولش لكم، يبقى الكلام كتير قوي مش قايل هذه اللازمه. انا قلت اللي عندي وخلاص على كده، والمطالبه اتسحبت. ولو جات لك مطالبه تاني من القناه، ان انا عملت لك من القناتين النهارده الصبح، لو جات لك مطالبه تاني، ماشي، اللي جات لك النهارده دي بالقناه بتاعتي، من قناه حسن هتجي لك مطالبه منه، انا الصبح هخلي حسن يشيلها لك. يعني طبعا حسن يعني كان حسن قال لي ما ترديش، قال لي ولا تردي ولا تعملي اي حاجه، هو الكيس ضاع بيها اصلا، عشان كده عملنا لك مخالفات، ماشي؟ فانت ما كانش ينفع ان انت تطلعي تصغري نفسك قدام الناس وتشتمي وتطلعي شكلك بشع قدام الناس، وتاني يوم تتصي تتحايلي في التليفونات. كان لازمتها ايه يا ابراهيم؟ كنت خليتك في قناتك وفي شغلك وتعملك محتوى، طلعي بس تسلمي على الناس، تتكلمي مع الناس، تخرجي تصوري في محل، تاخدي تعملي طبخه، تصوري مع عيالك، اي الحاجات الحلوه دي. ليه مخليها شكلك بشع كده؟ انت مالك ومال غيرك؟ انا بشتم وانا واحده، انت مالكيش دعوه، وانا ربنا سخرني وهبيسات ابدان على ابدان.
ابدان على ابدان، مين في الاخر مين اللي طلع اعتذر ومين اللي طلع شكله وحش؟ انت مش انا. في الاخر الناس عرفت حقيقه مين؟ انت مش انا. ففي الاخر انت اللي هتطلعي غلطانه مش انا، وقدام كل حاجه قدام الناس كلها اهو. انت اللي بداتي وانت اللي تتحملي عواقب اللي انت بداتي، وانا لله وعشان خاطر مروه برضو وامي وعيالك انا شلت المخالفه قدام الناس كلها اهو، والمخالفه اللي هتجيلك بكره الصبح من تليفون حسن انا هشيلها لك. برضو قطع العيش مش بالسهل، وعشان كده انا يا جماعه بعتذر لكل المتابعين، انا مقصره معاكم في الوصفات وانا مقصره معاكم في شغل القناه، بس والله انا غصب عني. ان شاء الله كلها كام يوم كده ادعوا لنا كده نطلع شقتنا على خير بامر الله وبس. طبعا هتقولي ما انت عامله كذا بس، وانت عامله كذا فيديو، وانت 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 وانت. طب انتوا هتشوفوا فلوس الفيديوهات والبسات دي لما نقبضها الشهر الجاي ان شاء الله هنعمل بها ايه؟ اشوفكم على خير يا جماعه والسلام عليكم.